نشرح لكم في هذا الدرس كيفية تنصيب الصوت على ويندوز 7. في بعض الأحيان تحدث هناك مشاكل، مثلا نلاحظ هنا لو نذهب إلى الصوت، إلى أيقونة الصوت هنا ننقر، لاحظوا لا يتم ظهور زر الصوت، يظهر لنا هذا المساج. لاحظوا لما ننقر فوقه أوكان بيريفيريك دو صورتي أوديو نيت انستال، يدل على ان البيلوت الخاص بالصوت غير مثبت. نقوم بتثبيت ريلانك، يعني هذا البرنامج الخاص بالصوت لتعريف كروت صوت. ريلكيك يعني نلاحظ ريلكيك اسي 97 اوديو سيت اب، يعني نقوم بعمل نكست. نكست ننتظر تسطيب او تثبيت البرنامج. نقوم بانستالي سوبيلوت كوندمان، بعد انتهاء نقوم بعمل روديمار وسوف يرجع الصوت كما كان. فتأتينا هذه الايقونة، نعمل روديمار ثم ترميني، انا اقر نو لانني اريد عمل روديمار ويرجع الصوت كما كان.